خلينا من البكا على الماضي ده، احنا الان دوله قايمه بذاتها. يا احمد كسلة، احمد كسلة ارتاح، احنا دوله قايمه بذاتها الان، احنا الان دوله قايمه بذاتها، فهمتني؟ انت يا احمد كسلة انا بنصحك انت شوف اخبار دارفور، حاولوا تتلموا، حاولوا تعملوا برنامج. والله يا بنت اهم حاجه، اهم حاجه عندنا شنو؟ الجنجويد ده اهم حاجه، ده اهم حاجه في الدوله السودانيه. ما بتقدروا علينا، والله ما بتقدروا علينا. ده اهم حاجه، الفيديو ده، الفيديو ده يعني هسي الزول ده انتوا رسلت له رساله، قلت له يا اخي انت كلامك اللي قلته ده غلط صح؟ انا ما مضطر ابرر لك طبعا، دي اسرار. انت قبل شويه قلت يا اخي الزول ده في حاله غضب قال الكلام ده، يعني انتوا هسي الناس تعمل لك دعم سريع. فاتوا قعدوا معاه وملسوه وطبطبوا له وقالوا له يا اخي كلامك اللي قلته ده غلط صح؟ اسمعني انا اديك اسرارنا لشنو يعني بني تونس انا وانت اصحاب مثلا؟ لا 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 الفكره انا وانت بيناتنا كورتو كورتو والدواس ما لدرجه انه نتونس. لا لا انت 50 50 50 50 ولا 50 50 دار 50 تعالنا بالدرب التحت يا زول ونزل طاقيتك دي واربط كدمولك وقدام بس. تدفعوا كم؟ قدام بس انت انقدت على اربط كدمولك بعد ذاك نشوف الكرتو كرتو وش على الدنيا. تدفعوا كم؟ لا لا ما بنعطيك حاجه، انت مو زول جاي مقتنع يعني احنا ذات زول بيدفع لنا ما عندنا الا زول يكون مقتنع. كيف يا اخي؟ انت ما حسيت قبل شوي قلت يا اخي ده قروش بتاع الدعم السريع ناكله حلال. لا ما انت قلت لي دفعوا لك، انا رديت لك قلت لك انا استاهل الدوني. تستاهلي وانا؟ والله يا كسر انت كده نشوف كده اربط كدمولك ده بعدين هنا. بعدين تتفقوا معي؟ لا انا ما بنتفق معك يا اسمك، نشوف حسب الكدمول جاي فيك كيف، ظابط ما ظابط، بعدين هتقول بنفكر. اي بعدين بعد لو لقيته ظابط تدفعوا كم؟ يا اخي يعني احنا ما بنديك، احنا ذات زول بندفع له ده ما بندي، يعني احنا ناسنا ديل بيجوا غنقر كده بس. قبل كده ما دفعته لناس ديل منو؟ يا زولا جيب لي جيب لي فلان دفعته لا زنون جه شحدنا وادينا. احنا ناس كريمين ادينا الظرف قصدك زنون؟ لا زنون يعني شحدكم اديته؟ والله زنون شحدنا اقسم بالله زنون ده بيجي بيبكي في مكتب الغايه ده لمن؟ طيب حسي زنون ما وقف مجالها؟ زنون ده ما عنده اي موضوع، حسي كان لقى الظرف غير رايه. انت زنون ده حسي معتبره زنون ده احنا كاسرين عينه من زمان من بيجي بيشحدنا؟ والظرف وقف منه عشان كده داري اعمل له هنا جلحه ملتفحه ولا قايده وصرح في كل منصاته. المهم انا خلاص قال انا جندي خلف الغائب عليك الله رايك كسرنا لكم وديش يدكم ولا ام الاشاوس حاولت تشتري احمد كسلة او قال لي في كدمول كان الكدمول جاء فيك تمام بينديك طوال بقيك معنا احمد كسلة قال تدفع لي كم؟ قال لي لا نحن بنشتغل على حسب كدمول لكم مني اطيب التهايه.